شكرا لمعلقنا المتميز كابتن علاء متولي. الاهلي يخسر اولى ودياته امام الاخدود السعودي بنتيجه 2-2 للنادي الاهلي. سجل الاخدود السعودي المهاجم الروماني فلورين تناسي وسجل للنادي الاهلي كريستو من هدف عالمي في الدقيقه 63، واضاع النادي الاهلي ركله جزاء في الدقيقه 71 عن طريق رامي ربيعه. ده ملخص المباراه، مباراة مفيدة للنادي الأهلي، قدر مستر كولر يقف فيها على مستوى لاعبي الشباب، زي ما احنا شفنا التشكيل أو الشوط الأول ابتدى بتشكيلة والشوط الثاني تغيرت التشكيلة تماما، لعب بفريق آخر في الشوط الثاني. الهدف من المباراة هو تجهيز كل اللاعبين وأيضا رؤية اللاعبين الشباب. عايز أروح مع حضراتكم لخبر انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعة الأخيرة، وهذا الخبر يخص الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. بأكد لحضراتكم إن الحالة خطيرة جدا في الوقت اللي أنا بكلم حضراتكم فيه على الهواء دلوقتي، الحالة خطيرة جدا، ولكن الحمد لله الأستاذ العمري فاروق ما زال على قيد الحياة. ده هنا على تويتر الأستاذ هشام العمري أخو الأستاذ العمري فاروق، وبيأكد من خلال صفحته الرسمية الحالة خطيرة جدا جدا، ولكن الحمد لله العمري ما زال على قيد الحياة. نسألكم الدعاء علشان الناس اللي بتجتهد، الناس اللي بتجتهد. أستاذ العمري فاروق ما زال على قيد الحياة، الحالة خطيرة جدا، الحالة الصحية حرجة، لكن احنا بنقول الناس تتحرى الدقة شوية علشان أستاذ العمري والده والدته أسرته، فلازم كل واحد يقول خبر أو يكتب خبر. احنا ما فيش سباق هنا مين يقول الخبر، لكن النهارده لازم يكون في تحري للدقه وصدق في الخبر. مره تانية الاستاذ العمري فاروق الحاله حرجه جدا، اخواته بياكدوا على صفحاتهم الرسميه، ولكن الحمد لله الاستاذ العمري ما زال على قيد الحياه. ايضا اخوه الدكتور خالد العمري بيؤكد، اخي العمري لا زال على قيد الحياه، اذا حدث شيء احنا اخواته اول ناس هنعلن. ازاي الناس تعلن وفاته وهو لا زال على قيد الحياه؟ دي حاجه مش بتستخبى. نتمنى الناس تتحرى الصدق وتتحرى الدقة قبل ما تكتب أي شيء، وبنتمنى له يا رب الشفاء ويرجع لأهله ولكل جماهير النادي الأهلي. كابتن أسامة، تجربة مفيدة للنادي الأهلي رغم الخسارة، شفنا مستر كولر وانت أكدت، قلت النهاردة ممكن يكون لو هو بيدور على النتيجة هيلعب بتشكيلة معينة، لكن من الواضح من خلال تشكيلة تامة الشوط الأولاني تشكيلة أخرى الشوط الثاني، لكن النهاردة بيسعى لتجهيز كل اللاعبين وايضا رؤيه اللاعبين الشباب. في كتير يا اسامه من الماتشات الوديه في المعسكرات وكده ما بيبقاش هدف المدير الفني المكسب نمره واحد. بيبقى ماشي باحمال معينه في التدريب، ممكن يغير بعض العناصر، في ناس عايز يديها 90 دقيقه، في ناس عايز يديها 70 دقيقه، في ناس بيبقى ليه رؤيه ومفهوم. عشان كده لما انت سالتني على التغييرات قلت لك لو هيكسب ممكن يغير 3-4 تغييرات في حتت معينه، لكن ليه مفهوم تاني في التجهيز، ولذلك هو راح مغير ال 10 لعيبه باستثناء مصطفى شوبير. يبقى اذا هو عنده مفهوم، مش الهدف المكسب بس، الهدف المكسب ده لما يكون ماتش رسمي ماتش، لكن في يعني الماتش مش واقف على النتيجه، مش واقف على النتيجه. لكن شفنا تحسن كبير في اداء النادي الاهلي. كريستو مثلا من الناحيه اليمين عمل جبهه كويسه وعمل حركه وخد اكتر من فاول وجاب جون حلو جدا، قطع فيه مسافه 40. معانا الجون انت بتتكلم يا كابتن اسامه، جون من الاهداف الحلوه وعوده مهمه لكريستو. طبعا اولا مست الجون ده ايه، بص هو مستلم من قبل النص الملعب ومش لغايه ال 18، دي حوالي مسافه 45 يارده، فكونه يفضل دي تحمل سرعه، دي يفضل ماشي كده كل ده وبعدين ما يتعبش ويروح بدقه يحط الكوره ويوجهها في الزاويه اليمين، فده دليل ان هو فيه جاهزيه وهدف تصرف جميل جدا، وفي من النواحي البدنيه حاجات كتيره فيها تحمل، فيها سرعه، فيها ثم دقه في احراز الهدف. فكريستو عمل جبهه اليمين كويس، في اسلام عبد الله الباك الشمال لما نزل عمل حركه كبيره عن مازن اللي لعب الشوط الاولاني، ممكن مازن ان شاء الله نتمنى له الماتشات الجايه يبقى موفق اكتر، لكن اسلام نزل عمل حركه، شحات عمل حركه رغم انه مش شحات لكن عملوا حركه ناحيه الجبهه الشمال، وسام ابو علي عمل نشاط، صحيح لسه ما ظهرش بصوره، لسه بيخش الراجل، لكن اول ما نزل سدد واحده جامده.
في نشاط حصل في اداء النادي الاهلي مختلف تماما عن الشوط الاولاني. رغم ان استقبلنا هدف سريع في الدقيقه 50 لكن رجعنا بهدف كريستو ثم ضربه جزاء اضاعها رامي ربيعه، ودي بتحصل ممكن اضيع وممكن لا، ولغايه اخر وقت النادي الاهلي بيحاول ولكن ما قدرش يتعادل، فدي مش هي دي المشكله في النتيجه، لكن يعني في مكسب لبعض الناس وتجهيزاتهم. دكتور ثابت الهدف من هنا عايز اقف عند اسامه ابو علي اللي عمل يعتبر الاسيست لكريستو، وايضا هو كان مشارك في ركله الجزاء، حصل على ركله جزاء برضه بطريقه ذكيه، ونقدر نقول النهارده من خلال 45 دقيقه ان النادي الاهلي تعاقد مع مهاجم مميز ان شاء الله هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي، الفلسطيني اسامه ابو علي. طبعا نجيب الجون بس من اوله، الجون ده في ملخص ثلاث نجوم الماتش. احمد طعيمه الاول، هات الجون بس بعد اذنك من اوله، هتلاقي احمد طعيمه قطعها من اولها. التمريره بتاعت وسام ابو علي، بص هنا اللي قطعها مين؟ احمد طعيمه. وسام ابو علي ده مهاجم بيفكرني بازارو، عنده سرعات، عنده شراسه في الضغط، بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وسام ابو علي. كريستو ده منك يا اللي حرمنا منك يا كريستو. ما ينفعش كريستو بصراحه، مكسب كبير جدا جدا. السرعات ديت وان هو يروح من وسط الملعب يا جماعه، من وسط الملعب رايح، السرعات دي مكسب اكيد، هيفرض نفسه على كولر بالاداء والمستوى ده. اخيرا يا كابتن اسامه، علشان وقتنا، ابرز مكاسب مستر كولر رغم الهزيمه النهارده، انت قلت ان هو ما بيبصش على النتيجه، المكاسب اللي يقدر او طلع منها من مباراه اليوم. تجهيز اللعيبه بدنيا تمام، عوده بعض اللعيبه اللي كانت بعيد بقى لها فتره زي شفنا كريستو. الشباب على الاقل حتى لو هو كان بيشوفهم في قطاع كرؤيه في ماتشات، هو شافهم على الحقيقه معاه في معسكر تدريبي ولعبهم، ويقدر يقيم بقى مين اللي ممكن يبقى معاه الفترة الجاية، لأن ضغط الماتشات هيبقى كتير. فما فيش شك أي مباراة ودية أو أي معسكر ليه فوائد كتيرة جدا. تمام، دي ركلة الجزاء. بص هو هنا مقاتل نفس ستايل وليد أزارو على مستوى السرعات والذكاء في الحصول على ركلة الجزاء. بص التفويتة وإن هو خدها وضحك على المدافع عشان إيه يحصل على ركلة الجزاء. ذكاء من علي. طيب أخيرا اللاعبين الشباب اللي عجبوكوا في لقاء اليوم. هو بالتدريج طبعا، هو الأول المكاسب أسامة أبو علي، كريستو، أحسن شباب بقى أحمد طعيمة يلي أحمد عبدين، اسلام عبد الله، يوسف سيد عبد الحفيظ، اللي نزلوا الشوط الثاني كانوا افضل بصراحه من الشوط الاولاني، ومصطفى ابو الخير برده في الشوط الاول كان كويس. بشكركم شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه. الله يخليك، وندعو بالشفاء للاستاذ العمري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ثابت. شكرا كابتن اسامه، شكرا كابتن اسامه، وطبعا بنتمنى الشفاء للاستاذ العمري فاروق. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.